الله الله، رائع. هو ده المطعم الايه، فخيم ولا الفخم؟ فخم. الفخم اللي انت قلت لي عليه. جايبني اكل تحت كوبري يا مصطفى؟ لا يا عم انا مش عايز. جرب ايه بس ربنا تاني. ايه قلنا ايه؟ ايه مفيش اعتراض، مفيش، لا مفيش كل الكلام ده. سيبيني نفسك خالص. تدعوك فقالوا يا روحي. لا طبعا. بصي نص الكوبايه مليان. ها احنا فين دلوقتي؟ احنا تحت الكوبري. لا على البحر. يا سلام بحر، احنا بناكل على البحر. امال ايه؟ لا 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 لا، وبعدين انا، انت يعني انت ازاي؟ انا ما بحبش السمك يا مصطفى، ما بحبش السمك. انت ما سالتنيش انا باكل سمك ولا لا اصلا. انت ما اكلتيش سمك قبل كده؟ لا ما بحبوش. ما بتحبوش؟ جام بص تعلمي حاجه، ان انت ما ينفعش تكرهي او تحبي حاجه من غير ما تجربيها. لازم تجربيها الاول وبعد كده تشوفي هل هي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. يلا ولنفرض، ولنفرض ان انا ممكن انفذ اللي انت بتقوله ده. انا متاكده، متاكده ان انا ممكن يجرى لي حاجه من السمك بتاعك اللي تحت الكوبري ده، ولو جرى لي حاجه انا بحملك المسؤوليه كامله امام الله وامام القانون. عارفه ناقصك ايه؟ ايه؟ فك شويه يعني. جنني. على فكره انت بتتكلم غلط، انا مجنونه جدا اصلا. مين دي؟ انا. انتي؟ ايوه. لا ما هو باين والله في الشغل، بسم الله ما شاء الله. اها. لا والله مجنون يعني. انت اكتر واحده شفتها ماشيه كده بالسيستم في كل حاجه. سيستم؟ كل حاجه. اه والله. ها. في المواعيد، حتى في شكل البرزنتيشن اللي انت بتقدميه. نظام نظام نظام. مفيش كده مره. على فكره، على فكره طبيعي ان البني ادم يعيش بنظام. لازم البني ادم يبقى في حياته سيستم. اه طبعا. لازم يعرف شغله، يعرف حياته، هيسافر هيروح، يبقى معاه فلوس، يبقى الدنيا لازم الله. تمشي بنظام. ونعم بالله انا مش ضد الموضوع، بس ده برضه ملوش علاقه بالجنان على فكره. اوكي؟ لا والله. اه ملوش علاقه بالجنان. انت مجنونة يعني؟ اه طبعا. افتحي بقى. لا مش لدرجاتي، مش عايزة اجنن قوي كده. افتح. مش عايزة يا مصطفى. جن. ايه؟ والله هرمي، ارميها. لا لا حرام، ما ترميش، حرام اكل برضو يعني. طب يلا خدي حتة صغيرة كده جربي. مش عايزة يا مصطفى. دوقي بس. مش عايزة. مش قلنا ايه؟ نجرب الحاجة الأول ونشوف حلوة ولا وحشة؟ يلا. صغيرة يا مصطفى. لا تختصي يا جن. سيبني اكل براحتي بقى، أنا حرة. طب يلا. يا عسل. ايه رايك؟ مش بطل. بطل؟ طب يلا كملي بقى انت كل السمكه دي كلها. انا ما بعرف شكله. طيب تمام. بص يا ستي، السمك ده عشان يتاكل قشر دي. لا ليه سيستم اهو. اه ليه سيستم. حتى تقشير السمك ليه سيستم. مش عاجبك؟ اهو انا بتكلم صح. والله مش موضوع. طيب يا رقبه بترميها بحر عادي جدا. ده مش سيستم اقسم بالله. اوكي ماشي تمام. طيب يا نو شيلي بقى ايه الجلد بتاع السمك. بس كتير تفاصيله كتير قوي. كتير. ايه الله. كلها انت بقى. ماشي اوكي. حلو. الله عليك. كلها برضه. برافو شاطر. ممكن تاكلي بتنجان. لا مش عايزه. مش عايزه. مش عايزه. اوكي بتنجان تمام. هين انا كنت سمك انت كل بتنجان. اوكي يلا. اللي انا والشيف طعمه وحش قوي بتنجان على السمك. والله العظيم. بس رائع. ديوب كوبري شفتي دي؟ قتلتها؟ افتح بقى السمك كده اهو، شيل العمود الفقري بتاعك. انا ما بحبش قعده الكافيهات على فكره. معلش تعالى عن نفسك. طب وكملوا ام البيت، انا مش فاهم. ام البيت عشان بيتك عباره عن مقلب زباله بيخليك تتكلم باسلوب مقزز جدا طول ما انت قاعد فيه. مش معقوله كده، ايه القرف ده؟ وطي يا استاذ صوتك شويه. وانت مالك انت؟ بتكلمني انا؟ امال بكلم امي. بتكلم وعليت صوتي، انت مالك؟ مش فاهم انا. ايه ام الحشريه دي؟ فهمتي ليه بقى ما بقعدش في الكافيهات؟ خلاص عيب عيب، ما يصحش كده. تعالي من بره. لا احنا هنفضل قاعدين هنا. كلمني عن نفسك يا حسين. انت جاي تصاحبيني ولا ايه؟ يا صاحبك دي. كلمني عن نفسك. اتولدت فين؟ بتعمل ايه؟ عايش ازاي؟ مين اخواتك؟ اتكلم. انا ما بعرفش اتكلم كده، اسالي وانا اجاوبك. اوكي انت عندك كام سنه؟ 38.
اوكي. اتولدت فين؟ القاهرة. باباك بيشتغل ايه؟ الله يرحمه. الله يرحمه، كان بيشتغل ايه؟ رجل اعمال. ومامتك؟ اسمها امك على فكرة. موظفة. عايشة؟ عايشة. الحمد لله. عايشة فين؟ مع اختي في السعودية. بتشوفه؟ يعني كل صيف. انت منين اصلا؟ من القاهرة، مدينة نصر. كنت في مدرستي؟ مدرسة نصر الثانوية. ودرست في جامعة ايه؟ القاهرة، كلية التجارة. اوكي، امال اشتغلت ازاي الشغلانة دي؟ ده تحقيق علني. اشتغلت الشغلانة دي عشان أنا عبقري. مفيش حد عبقري بجد بيقول على نفسه إنه عبقري على فكرة. إلا أنا. مفيش فكرة إعلانات أو حملة نجحت في مصر إلا لو أنا اللي عملتها. اوكي. مهما قعدت تكلمني عن نجاحك، أنا مش هصدقك. ما تصدقيش، أنت حر. الراجل ما بيتقاسش بنجاحه في شغله بس على فكرة. والله؟ بيتقاس بإيه بقى إن شاء الله؟ ممكن تلاقي جدا واحد ناجح جدا، لكن الناس كلها بتكرهه لأنه طريقته مقززة وعشوائية وهمجية وقذرة. مفيش ست في الدنيا تبص الراجل عامل كده. في، تخيلي. أكيد واعي قوي، تخيل. أنت عايزة مني إيه؟ مبدئيا كده عايزاك تبطل حشيش. أنت بتهرجي صح؟ صح؟ حشيش ايه اللي بطل؟ مش هبطل طبعا حشيش. يا ابني يا ابني بص في ام ترابيزتك. انت مجنون انت؟ ايه الحشريه دي؟ يا عم بص في ام ترابيزتك. الله. خلاص خلاص كفايه. شايف البجاحه؟ خلاص كفايه فضايح، فضحتنا. قاعد معانا ده كانه قاعد هنا، مش ممكن. تعال اقعد هنا طيب. يا ساتر. بس بص بص تنح ازاي. انا اسفه، احنا اسفين جدا. تعال اضرب. انا تعال. خلاص خلاص ساتر. ما تلا قوم من هنا. يلا احسن، يلا فضحتنا. استنى الشرطه. ايه التناكه دي؟ مش انت عايز تقوم؟ اتفضل يلا اشرب. طيب طلبناه هنسيبه؟ انت بتصورنا في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ ده مش ممكن. انت مجنون؟ اوعي بقى. لا ده مجنون في ايه يا حبيبي؟ مالك في ايه؟ خلاص مالك؟ مالك في ايه؟ مجنون. على فكره يا سيف كل حاجه ليها حل. سيف خدي نفس. لا صوتي رايح مش قادره. البتاع ده يمكن يرجع. احساس صعب قوي يا انجل ان مراتي تقولي ان انا مش مالي عينها. طب وهي مالي عينك؟ الاصعب بقى ان انا حاسس ان في حد في حياتها. لا حاسس ايه؟ انا متاكد. الراجل بتاع الجيم اللي قال لي. ايه بس هي قالت لك ان مالهاش اي علاقه بيه. يا شيخ والمفروض ان انا اصدق الكلام ده. استكتر عليها انها تعذبك يوم ولا شهر؟ ده انت طلعت عين ابو اللي جابه ابوها. انجل من فضلك انا مش قادر اسمع الكلام ده. قلت لك 100 مره حط نفسك مكانها. احط نفسي مكانها؟ انها تخوني؟ أنا ما خنتهاش. بس كل يوم كان نفسك تخونها، وأنا هي ما خنتكش على فكرة. إنجي أنا مش قادرة أتكلم، مش عايزة أتكلم. على فكرة، الست اللي تستحمل جوزها بالطريقة دي لا يمكن تخونه بسهولة. أرجوكي كفاية، كفاية. تعرف أنت متضايق قوي ليه؟ عشان أول مرة تحس إن هديل بتضيع من إيديك. الإحساس ده كان عندها كل يوم، ما كانتش عارفة تعمل إيه. خلاص أنا مش قادر، كفاية من فضلك. أنت لازم ترجع مراتك يا سيف. أرجع إيه بس؟ انا هطلقها اساسا. بدل هطلقها بقى وابتدينا العبط والهبل. انا هقوم انام وانت قوم اتخمت عشان بجد انا تعبانه شويه كده وهقوم. لا بس انت طلعت حبيب كبير قوي. كلام بكره. تصبح على خير. تصبح على خير. باباك بيشتغل ايه؟ رجل اعمال. يا راجل
ومامتك؟ موظفة. عايشة فين؟ مع أختي في السعودية. لا يا شيخ، أنت منين أصلاً؟ من القاهرة، مدينة نصر. يا نهار أسود. القاهرة، كلية تجارة. يا ابن الكدابة. ألو. أيوة، مين معايا حضرتك؟ أنا سارة يا زين، صاحبة آيه. بس أنا مش معايا. مش مهم. بقول لك إيه؟ عايزاك تعدي عليا بكرة الصبح، عايزاك في حاجة ضروري. فين العنوان؟ في بيتي. أعدي عليك إمتى؟ الصبح يا زين. حاضر. باي باي. وحياة أمي لا أعرف أنت بتكذب عليا ليه يا حسين. يا ابو هبة. ابوكي تعبان قوي. ماله في ايه؟ ما تقلقيش، اصل ده عنده امساك من الصبح. طب اخد دواء؟ اديته ملين بس لسه تعبان. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ حاسس فين؟ كويس كويس يا بنتي يا هبه، كويس. طمنيني انت الاول، عملت ايه مع خطيبك؟ يا بابا هو ده وقته؟ ابوس ايدك قوم البس عشان نروح الدكتور. يا بنتي دول شويه مغص هيروحوا. بابا لو سمحت اسمع كلامي، لو مره واحده قوم البس لو سمحت. ما خلاص يا بنتي، عمل التحليل وطلعت كويسه. وهو مال التحليل بالوجع اللي هو فيه؟ طب امان عليك يا حاج، تعالى نقوم نروح للدكتور. ايوه يا حاج. ايوه حاضر. هطلع اغير هدومي. ها حاضر يا حاضر. سلامتك سلامتك يا حاج. يلا يلا عشان نقوم نلبس. يلا زين. السلام عليكم، انا جاي حسب الميعاد. ميعاد ايه يا زين؟ الساعه 6 الصبح. حضرتك قلتيها اهو الصبح. ايوه بس انا كنت نايمه ولسه ما فوقتش. طيب خلاص اتفضل. يا رب يا ساتر. هنقعد فين يا استاذه؟ هنا. اتفضل يا زين. خير زين، انا عايز اطلب منك حاجه. اموريني. شيك، قنبله، بقر، جاموس، كل انواع المواشي. مواشي ايه بس يا زين الصبح؟ يا استاذ انا بشرح لك كل تخصصاتي. لا معلش، الموضوع مش مستاهل كل ده، موضوع بسيط جدا. هدي لك عنوان واحد في العباسيه اسمه حسين احمد. عشانهولك واجيبهولك متكتف كلب ذليل راكع. تشحنهولي ايه بس يا زين؟ هو اساسا مش موجود في العنوان ده. وكمان مديك العنوان غلط؟ زين ركز يا زين لو سمحت، ولا اقول لك ما تركزش، سيبني اكمل ممكن؟ انا عايزاك تجيب لي كل المعلومات عن الراجل ده. بسيطه. مين امه؟ مين ابوه؟ عزله ليه؟ كان بيروح مدرسة ايه؟ مين صحابه؟ مين جيرانه؟ كل حاجة. بسيطة،
ولو عايزين اجيب لك حجم الحذاء اجيبهولك 43. لا ده خليهولك. معلش يا زينة انا هتعبك. ده عريس يا استاذة، ها؟ شكله عريس. انت بتعمل كده ليه يا زينة؟ شكله عريس. والله براو عليك، وعلى رأي المثل إن كبر ابنك خويه. براوة إيه وخويه إيه؟ وإيه علاقة المثل ده باللي أنا بقوله أساساً؟ لا مش عريس يا زين، استريح، ده مريض أنا بعلمه. ماشي بسيطة خلاص يا ست الدكتورة، بسيطة. طب أنا هطلب منك بقى خدمة بقى بمنتهى الصراحة. أؤمر. هتقل عليك معلش. لا اتفضل. أنا عندي احتكار في مناخيري، فلما بيجي أعتف يعني ضرب وجعني. ده له علاقة بالسنان صح؟ لا خلاص اقفل بقك زين، اقفل بقك. قول لي هتجيب المعلومات دي امتى؟ بكره بالكتير. هتلحق؟ بعون الله. طيب انا هطلع اجيب لك بس مبلغ مش المصاريف والمواصلات وكده. اوكي هي كده يا استاذه بيبقى كده. انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه. انت ما تعرفيش زين كويس عشان كده مش هزعل منك. عيب بجد. يعني انت هتدفع كل الفلوس دي من معاك؟ فداكي فلوس الدنيا كلها يا استاذه. ربنا يعلم انا بعزك قد ايه. وبعدين الفلوس مش كل حاجه. خلي الفلوس معاكي. اشتري بيهم لبس، اكل، تتبسطي كده. هدلع نفسي. حاضر. طيب وانا كمان تحت امرك في اي حاجه انت تطلبها. انا عايز اطلب منك بقى طلب بصراحه. بسرعه كده الحق. اؤمر. انا عايزك تعزفي لي على الجيتار اللي هناك ده. اول جيتار؟ حاضر. قولي يا زين تحب تسمع ايه؟ احب اسمع اغنيه الاطلال للعندليب. يا لهوي بس الاطلال مش بتاعت العندليب. لا 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 يا استاذه بقول لك ايه بقى، معقوله حد عنده الجيتار قد الدنيا كلها وما انتش عارفه مين بيغني الاطلال؟ أم كلثوم هي اللي بتغني الأطلال يا زين. العندليب الأستاذ عبد الحميد أبو الحافظ. بص يا ستي. طب خش أنت بالمزيكا وأنا إيه؟ أنا عاجبها أهو. هي الطلعة بس الأولانية. معلش عشان رح تكرر في مراخيري. لا ولا يهمك. الحلاوة دي، ده انت عبقري. طب اسمع دي بقى. يا سيف، سيف سيف، انت فين يا دكتور؟ محتاجة أعرف نتيجة السونار إيه؟ ورم على البنكرياس، وإحنا لازم ندخل جراحين في أسرع وقت ممكن علشان نستأصله، بس ده بعد ما نعمل الفحوصات الكاملة إن شاء الله. خبر أسود. أستاذة هبة، كده خطر على صحة الحاج. كانسر؟ مين قال؟ مش يمكن يطلع ورم حميد؟ وإحنا أملنا في ربنا كبير إن شاء الله. ممكن أعرف إيه الإجراءات المطلوبة؟ أنا هفهم حضرتك كل حاجة، بس بعد ما نعمل الفحوصات الكاملة. بعد إذنك.
بابا في المستشفى. مفتاح شقة التجمع، هتروحي تقعدي فيها ومش هترجعي بيتك تاني. لا طبعا. وايه اللي لا طبعا؟ ترجعي بيتك ازاي؟ ده مجنون ممكن يبعت لك اي حد. لا انا مش هخرج من بيتي، انا مش هخليه يقلب لي حياتي. وانا مش هسيبك تأذي نفسك تحت اي مسمى، من فضلك، دي مش حرب، مين يكسب مين؟ ده مجرم وهربان وبيهددك. فلازم نفكر بعقل ونبعد عن الدماغ الناشفة. حسام انا مش هخرج من بيتي وهو هيتقبض عليه. اكيد هيتقبض عليه. بس هو قال لك الصح، اسهل حاجة ان هو يأذيكي. أنا اللي معايا الحق. أوكي، معاكي الحق. ناخد احتياطاتنا. أنت ليه مكبر الموضوع؟ أنا مش فاهمة أنت بتعمل كده ليه؟ عشان خايف عليكي. حد غيري يعرف؟ لا، أنا ما قلتش الحق. أوكي. وأنتِ نازلة هتاخدي معاكي قمر. ده سواق الشركة. هيوصلك ويكون معاكي. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه كل ده؟ ليه مكبر المواضيع كده؟ مكبر موضوع إيه؟ أنا مش هفضل قاعد قلقان هنا كده. أنور هيبقى معاكي. ممكن لو سمحتي اسمعي كلامي مرة، كلامي يتسمع مرة. أنت بتكلمني كده ليه؟ لا اهدى شوية، أنا مش شايفة داعي إنك تكبر الموضوع كده. بس خلاص أوكي اهدى. وأنا هكلم ناس أعرفهم في الداخلية أشوف وصلوا لإيه. أيوه بقى، هو لازم يتقبض عليه. أكيد. إيه أخبار الكتاب بتاعك إيه؟ أيوه كده. أنا أصلاً جاية عشان كده. ايه جاهزة؟ ايوه طبعا، يعني بكره بعد بكره حاجه كده. وانا في انتظار. طيب انا هتحرك بقى. عايز انور يجيلي دلوقتي. صمم برضو؟ طبعا. باي باي. هو ده الكافيه بتاع كابتن حماطه. طب والله شكله حلو. على فكره تلات ارباع لعيبه الكوره بيبقى عندهم مطعم كافيه مشروع، يعني بيكون مصدر دخل ليهم لما يعتزلوا. فال الله ولا فلك يا استاذ، يعتزلوا ابعد الشر. طب زين تحب نراجع معاك هتعمل ايه جوه ولا لا؟ عيب عليك يا استاذه. خلاص نسيتوا زين عمل ايه في حياتكم؟ خلاص يا بات كده؟ ده والله ما نسيته خالص يا زين، انت جميل. زين انت جوه ما تعرفناش، يعني لما تشوفنا ولا كانك شفتنا قبل كده. ها طب ما تيجوا تنزلوا معايا. لسه بقول لك ما تعرفناش، ننزل مع بعض ازاي يا زين؟ مش ناقصه غباء. انا اصلا مش مقتنع بالفكره دي خالص، وحاسه ان احنا هنكشف جوه بسبب زين. انا بس اللي مخوفني انا مش عارف انا هطلب ايه جوه. اللي انت عايزه يا زين. طب ومين هيحاسب؟ القناه يا زين. طب ما تيجي تقعدي معايا وانت تحاسبي. زين انزل. شارج 150 جنيه. ايه يا ابني ده؟ مش هيبقى عليك تبقى شحط طول عليك كده ومزنوق في 150 جنيه؟ انت في ايه؟ يا فندم لازم تاخد طلبات ب 150 جنيه. اه ده عرض جديد يعني، حاجه كده بروموشن؟ يا فندم القعده هنا ب 150 جنيه، لازم تاخد طلبات ب 150 جنيه. طب المفروض مش عايز. يبقى مش هينفع تقعد هنا يا فندم. طب بالنسبه للوقف عندكم بكام؟ مش فاهم. كبر دماغك كبر دماغك يا حبيبي. انا مش فارق معايا عن نفسي، انا هدفع حاجه من جيبي، القناه اللي هتدفع لي. بقول لك ايه؟ اشتري دماغك بقى واديني بقى المنو. انا هختار يا رب يكون عندكم كالباتشينو.
ضيقك يفضحنا. ما تبصوش بقى عشان ما يفضحناش وما يفضحش باصص لك. خلاص انا هبص فين؟ بصي لي انا، بص فين يعني؟ باصص لك اهو. انت بتهرج. صباح الخير. هاي صباح الخير. معلش احنا كان معانا ميعاد مع كابتن حماده، هو موجود؟ استاذة آية؟ اه بالظبط. هو سايب لي خبر يا فندم وهو على وصول. يا معلم. بعد اذنكم. اتفضل. ايه بقى برنس؟ شوية شاي في الخمسينة سكر بره. حاجة تانية يا فندم؟ سكر بره. تحت أمرك يا فندم. قولي بقى. أنا صباح الخير. صباح النور. يا أهلا يا أهلا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أعرفك بنفسي، أنا آية. أهلا وسهلا يا آية. فتحي بروديوسر في القناة. أهلا وسهلا. أهلا يا كابتن. سبحان الله، زي ما كنت متخيلك لما سمعت صوتك. مش فاهمة، وأنت كنت متخيل إيه؟ وأنا كنت متخيل حاجة، بس طلعتي أجمل. وأنا شفتك قبل كده؟ لا، ما أعتقدش إن إحنا شفنا بعض قبل كده. ما اشتغلتيش في الإعلانات قبل ما تشتغلي في قناة؟ إعلانات؟ لا خالص، ما حصلتش. سبحان الله، أنا شفت واحدة شبهك بالظبط، بس أنت برضه طلعتي أجمل. نجم مصر، نجم مصر، نجم النجوم، كابتن مصر. ايه؟ والنبي والنبي اخد صوره معاك يا كابتن. طب ممكن شويه كده بس حضرتك؟ شويه من انا ما صدقت شفتك ابو الكباتن. والنبي يا كابتن صوره واحده. كابتن النبي صورنا، الله يستر معاك. اضحك كده، اضحك. خبرك كابتن. ابتسم. تمام. كابتن هتوقع لمين؟ تحب اوقع فين؟ كابتن ابو الكباتن دمنا لونه ايه؟ ماشي يا أه؟ ماشي. ها؟ الرسالة وصلت؟ وصلت يا سيدي. خلاص بقى عشان قاعد مع ناس. بس اقسم بالله العظيم لو وقعت للقلعة التانية فريق تاني ها؟ رد فعلي مش هيعجبك، مش هيعجبك خالص ابو الكباتن. ها؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله. والنبي والنبي. خلاص بقى قاعد مع ناس، مش كده؟ ماشي، انا اسف يا كابتن. اسف يا كابتن مصر. طيب علشان ما نعطلكش عن معجبينك وكده يعني، فندخل في الموضوع على طول. انت تعطليني براحتك، تضيعيني، تبهدليني، تعملي فيها اللي انت عايزاه، انا وقتي كله ملكك. مش عارف انا قمه السذاجه والتخلف، الناس بتتصور مع نجم زيي علشان يوري صور لاصحابهم يعني. ايوه بس دي مش مشكله، بالعكس دي الناس بتحبك. وانا كمان بحبهم قوي. على فكره الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول هم اللي عملوك، خلوا ليك اسم ونجوميه وشهره، انت من غيرهم ولا حاجه على فكره. انا لعبتي وحرفنتي هي اللي عملت لي كل حاجه يا كابتن، مش الناس. كابتن حماطة، احنا كنا جايين علشان يشرفنا ويسعدنا ان انت تكون عندنا ضيف في برنامجنا بكره، ينفع؟ ده انا اللي يسعدني وينورني ان اكون معاكم في اي حته انتوا عايزينها. نجم مصر وكتاب الله ابو الكباتن، وكتاب الله نجم النجوم. والنبي يا كابتن، والنبي صوره كمان، والنبي يا كابتن. سنة طماع، الاولانيه مش عجباني، والنبي يا كابتن. ما تهدى بقى، قاعد مع ناس مش هينفع كده. انا مصدقت ان انا اشوفك ابو الكباتن. مصر ما ينفعش كمان الواحد يشوف النجم. أنا آسف يا جماعة والله، ما ينفعش الواحد يشوف نجم النجوم وما يتصورش معاه تاني. والنبي يا كابتن، كمان صورة. كمان صورة. أنا آسف يا كابتن. أنا آسف يا جماعة، ما هو بص مش معقول الواحد يشوف نجم النجوم مع شوكو يعني ما ياخدش صورة تانية. أنا آسف يا أبو كابتن. ممكن تيجي معايا نكمل كلامنا جوه في المكتب أحسن؟ وأنت ممكن تستخدمني. مالك؟ لا هو فتحي لازم يجي معايا علشان إحنا يعني هو بيجمع الماتيريال بتاعت فقرة حضرتك بكرة يعني. تأمريني يا ست الكل. اوكي. نجم مصر، نجم النجوم. وكتاب الله، وكتاب الله لا توقعني على الفنان ده. يا خبر ابيض، انا ما صدقت اشوفك. يا عم حل عني بقى، في ايه؟ يا عوض، معلش يا كابتن الاستاذ. معلش يا كابتن، خلي قلبك كبير. في ايه؟ اهدى يا عم الحاج. معلش يا حبيبي. طيب اتفضل يا عم. زعلت، شكلك زعلت. انا اسف. انا اسف. رأيك إيه؟ عايزين تدفعوا كام؟ أنت عايز كام يا كابتن؟ ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. هو حضرتك إزاي رياضي وبتشرب شيشة؟ لا دي مالهاش علاقة بالكورة، وبعدين كل لعيب وله مزاجه، أنا بقى مزاجي الشيشة والنسوان المؤاخذة. ها ما علينا. معلش أنا بس سرحت في الجملة دي، حضرتك كنت بتقول مزاجك إيه؟ مزاجي الشيشة والنسوان. تمام تمام يا كابتن. طيب ما قلتلناش هتاخد كام؟ 50,000 جنيه في الحلقة. ليه؟ فاكر نفسك بتعمل إعلان؟ أنت عارف أنا باخد كام في الإعلان أصلا عشان تتكلم معايا كده؟ يا أستاذ حماطة، أنا بس عايز أفهمك إن إحنا مش هنقدر ندفع المبلغ ده. أنا علشانك يا آية أعمل اللي أنت عايزاه. أنا أشتغل ببلاش. على فكرة مستريح لك قوي. عايزين تدفعوا كام؟
يعني احنا مقدرتنا يعني في البرنامج ما نقدرش نعلى عن ميزانيه 15,000 جنيه. صعب. لا صعب ايه بقى؟ ده انت لسه من شويه قايل ان انت مرتاح لي، وبعدين لسه في سناء هتكلمك في التليفون عشان تتفق معاه. في سناء كمان؟ اه في سناء. حلوه زي كده؟ قمر. هو ده الكلام. خلاص يبقى احنا كده متفقين. هتكلميني بالليل؟ بتنام بدري. انا موافق اخد 15,000 جنيه بس على شرط تبعتي لي بكره الصبح كاميرا تصورني انا بزور مستشفى الاطفال وملجا الايتام. سوري انا بس ما خدتش بالي، هو حضرتك قلت ايه من شويه؟ معلش ممكن يعني معلش يا كابتن، ممكن الجمله اللي هي بتاعت الايتام والاطفال دي تاني عشان انا ما كنتش مركز مع حضرتك. معلش. عايزكم بكره الصبح تبعتوا لي كاميرا تصورني وانا بزور مستشفى للاطفال وملجا للايتام. اه ده عمل خيري جدا على فكره. تعالى يا كابتن، اللي بيعمل خير ما بيقولش عليه، مش صح؟ بلا يا عم فتحي، في ايه يا عم؟ انت واقف على الواحده ولا ايه؟ لا كل حاجه تقول لي فيها؟ مش تخبط قبل ما تخش يا عم ولا ايه؟ يا جماعه اهدوا. لا خالص يا فتحي مفيش الكلام ده، اهدوا يا جماعه. هو فعلا ما يقصدش خالص يعني. ولا يقصد؟ معلش ما يقصدش. هكلمك بالليل. لا معلش، هي بتقفل موبايلها بالليل، انا هكلمك. طبعا. سناء بس. 150 جنيه يا كلاب، 150 جنيه مينيمم. يلا اوامر. ده انا زين، ما تعرفوش مين زين؟ بطريد الجبل، يعني احنا العوا كله. انتوا هتميزوني يا كلاب. 150 جنيه عشان ايه؟ شويه شايف ال 50 سكر بره، هو ده اللي هيدفعني 150 جنيه؟ انتوا نايمين بقى عليكم. بقول لكم ايه؟ طلع عدل اللي في جيبك ولا اقول لك؟ انا هعمل باصلي. ايه رايك بقى تبلغ القمر خزن بني؟ قول لي ليه؟ ما تقولش ليه؟ كاس العالم هتلعب فين؟ برازيل. حلو؟ برازيل يعني ايه؟ بن غبي. بن خزن بن، هيجي لك فرق وهيجي لك عالم من كل انحاء الارض، هيجي لك بشريه تقول لك ايه رايحين على البرازيل، هيجي لك ناس من البرولوس، منزله، منصوره، تاهليه، زقازيق، شرقيه، خزن بن. ال 150 جنيه طلع عليك اهو الفلوس اللي معاك. هلا لازم انتوا بتثبتونني. طلع الفلوس، طلعها يا كلاب. ال 150 جنيه مينيمم. وانت شكلك امور البدله دي، ورينا يا حبيبي.